كما فهمت من حديثك ربما تراخي عما حدث في جزيرة سقطرى، الآن نحن أمام أيضا انتهاك آخر للسيادة اليمنية في جزيرة ميون. هذا ربما البيان الذي صدر عن المصدر المسؤول في التحالف هو أثبت ما يعني ربما صدقية وصحة ما يجري الآن في جزيرة ميون. أيضا كان لافت أيضا أن يعني ذكر في البيان أن وجود الإمارات ربما يعني جزء مساعد مع التحالف العربي، هل هذا أيضا يؤكد أن الإمارات يعني لم تخرج من التحالف وهي متواجدة حاليا وتساند التحالف العربي؟ لا زالت الإمارات هي راس الحيوية في الناحية العسكرية التي تجري في الساحل الغربي وفي سواحل اليمن عموما وفي جزرها. والذي يقول أن الإمارات العربية انسحبت من هذا التحالف فهو انسحاب لذرع الرماد على العيون. هي اليوم تريد أن تستأثر ببعض مفاصل الحضور في الأماكن التي تمثل عبقرية لموقع اليمن في خط الملاحة الدولية من الجزر والسواحل، وهي تريد أن تتدثر وتتغطى بغطاء التحالف العربي للقيام بأعمالها المشبوهة. واليوم عندما يأتي مصدر من التحالف ليقول أن هذه الأعمال تتم بناء على توجه من التحالف العربي، هو يثير فعلا التساؤل عن كل هذه الأعمال والتجاوزات التي قامت بها الإمارات بضربها لقوات الجيش اليمني في الأحداث التي وقعت في عدن. والكل يعلم أن طيران الإمارات ضرب يعني وحدات للجيش اليمني، واليمن قامت في مجلس في أروقة الأمم المتحدة وعبر وزير خارجيتها الأسبق وتحدثت عن هذا الأمر من أن هناك تجاوزات قامت بها الإمارات العربية المتحدة. طيب. وسمع العالم كله أن هذا التجاوز قد تم. اليوم نسمع عن هذه التجاوزات التي تحصل في الجزر اليمنية ومنها ميون، وأن هذه الأعمال التي تقوم بها الإمارات هي أعمال أولا تقوم على أمرين. الأمر الأول أن انحراف في عمل التحالف لأنه خارج إطار الأهداف التي جاء من أجلها وهي التعارف الشرعية. واليوم عندما تعمل الإمارات خارج إطار الشرعية فهي تضر بهذا التحالف. الأمر الثاني أنها تحرك مجاميع وتفرخ مجاميع وميليشيات عسكرية خارج إطار الدولة في هذه الأعمال أيضا التي تقوم بها، حتى تبقي على نفسها نوع من الحضور لبعض الافراد اليمنيين في الاعمال العسكريه التي تقوم بها. يعني كما تحدثت عشان هذا خروج عن اهداف التحالف العربي، مع ان البيان يعني اتى ان ما يحدث يعني هو تمكين قوات الشرعيه وقوات التحالف من التصدي لميليشيا الحوثي وتامين يعني الملاحه البحريه واسناد قوات الساحل الغربي. دعنا نتحدث الان يعني عن الموقف الحكومي سيد عشال. كان هناك تصريح لافت لسيدة الوزير وزير الخارجيه حول ما يجري، هل هو كافي باعتقادك أم يجب أن يكون هناك تحرك حكومي على مستوى أكبر؟ وأيضا أنتم كبرلمانيين ما المتاح حاليا حول هذا الموضوع؟ كيف سوف تتحركون؟ كلام وزير الخارجية رغم أنه في بعض جوانبه إيجابي، لأننا لا نتعامل معه أنه الموقف الذي ينبغي أن يصدر عن مؤسسات الدولة. أن يجيب وزير في معرض لقاء صحفي أو رد على أسئلة بخصوص بعض القضايا. نحن تحركنا بأدوات دستورية وأردنا أن نسمع جوابا من مؤسسات الدولة عندما وجهنا السؤال في سقطرى وعندما وجهنا سؤالنا حول ميون، ونريد أن نسمع هذا الجواب من وزارات معنية بهذا الأمر وليست وزارة الخارجية. نريد أن نسمع من وزارة الدفاع المعنية بالأعمال العسكرية والتنسيق في غرف عمليات التحالف العربي. اليوم هي شريكة وحاضرة. أين وزارة الدفاع مما يجري؟ وأين يعني قوات الدولة الرسمية مما يجري من أعمال عسكرية بعيدا عنها؟ نريد أن نسمع من وزارة الداخلية وهي أيضا يتم تجاوزها في الأمور التي في النواحي الأمنية سواء في إدارة المناطق التي يعني يحصل فيها عبث، والعبث هذا حاصل من بعض أطراف التحالف أو ما يجري في الجزر. نريد أن نسمع من وزارة الإدارة المحلية التي طرد من جزيرة سقطرى محافظة الأسبق وقامت بعض المجاميع بالتمرد عليه، وكان من ضمن الالتزامات قبل تشكيل الحكومة اليمنية أن تعادل الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى. يعني قبل أن أختم معك سيد عشال، يعني كما تحدثت يعني أنتم الآن تنتظرون الاستماع ليس لوزير الخارجية كما تحدثت ربما لوزير الدفاع أو حتى جهات عليا حول هذه التساؤل، في حال لم يتم ربما يعني الإجابة أو حتى التصرف حيال ما يجري الآن، ما هي الخطوة المقبلة من جانبكم؟ لم أسمعك
عزيزتي في نعم تحدثنا نعم ربما انتم تريدون يعني الرد على ما تقدمتم به من تساؤل يعني ربما من جهه عليا وكتب وزاره الدفاع او غيرها، في حال لم يتم الرد ربما او اخذ اي اجراءات، ما هي الخطوه من قبلكم التي ستقومون بها؟ تحدثنا انكم تقومون يعني بتحركات دستوريه. ينبغي ان نصعد هذا الامر كاعضاء في البرلمان، توجيهنا هذه الاسئله وان نطلب من مجلس النواب ان يقف وقفه جاده امام التجاوزات التي تقوم بها الحكومه. نعم. وهي تضرب عرض الحائط بكل الاحكام الدستوريه والقانونيه التي تتحدث انه من حق عضو مجلس النواب ان يتقدم السؤال، وانه ليس من حق الحكومه الا في اطار مده اسبوعين ان تداول امرها بخصوص الاجابه على سؤال النائب. وإذا جاء الرد على سؤال النائب ولم يقتنع النائب بالإجابة أو وجد فيها قدر من المغالطة، فمن حق النائب أن يرفع هذا الأمر إلى أن يكون استجواب، والاستجواب ينبني عليه سحب ثقة من الوزير المعني إذا لم تكن يعني إذا كانت إجاباته تنطوي على مغالطات. وبالتالي لا يصح أن يبقى في موقع المسؤولية من يحاول أن يدلس على مؤسسات الدولة بالإجابات بطريقة غير صحيحة. فنحن مطالبين كأعضاء مجلس النواب في الفترة القادمة أن نصعد من هذا الأمر حتى نسمع جوابا حقيقيا من الدولة. جميل. وأيضا مطلوب مننا سياسيا في مجلس النواب ومن النخب السياسية أن تصعد الأمر بخصوص هذه التجاوزات الحاصلة على مستوى تجاوز سياسة البلد على أراضيها، بأن يكون صوتنا مرفوع أمام مؤسسات الدولة لأن تقوم بواجبها الحقيقي. الأحزاب اليوم معنية بدرجة أساسية الملتفة حول الشرعية في أن يكون لها وقفات جادة مع الحكومة الشرعية ومؤسساتها، وهي الرئاسة والحكومة والبرلمان، في أن يلتقي مع مستشاري الرئيس وغيرهم لمناقشة هذه التجاوزات. ما لم تقم معالجة حقيقية لحجم التجاوزات التي نراها اليوم في أعمال التحالف، فأعتقد أن هذا الأمر لن يقود إلى بناء صف وطني مقاوم للمشروع الحوثي الانقلابي، ولن يحقق للشرعيه اي تواجد في المناطق التي حصرتها. نعم. حتى تقدم منها نموذجا لادارتها للدوله بشكل يجعل منها حاضره في كل قطعه من اراضي الجمهوريه. نعم.